أقل تقدير يعني خمسة لاعبين عن تشكيلة، يعني نصف الفريق عن تشكيلة مباراة زامبيا، سيكون ابتداء ربما حتى حارس المرمى يكون جلال أو يكون تغيير. أنت ايش تتوقع؟ يعني جلال لو محمد حميد؟ أعتقد يعني بتقديري سيكون جلال، سيبدأ بجلال، جلال وسيبدأ بمناف وأحمد وربما يعني يزج بعلي فائز كمدافع ثالث أو عباس قاسم، مناف هناك يونس، مناف وأحمد، أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم يعني وعلي فائز غير، يعني تبديل سعد ناطق ما بين مناف ما بين علي فائز وعباس قاسم. زين ظهير يسار بعد تكملت التشكيلة، هو سيكون ضرغام موجود وشركه على اليمين وسيزج بأمجد وسعد عبد الأمير في الارتكاز. زين يبقى خلف المهاجم سيكون بشار وأيمن حسين، هذا توقع للتشكيلة. بعد لاعب كابتن جست وين عندك على شبه اليسار بشار وأيمن حسين، بعد لاعب للأمام جستن اسم آخر، أما جستن وأما إبراهيم بايش. زين يعني نبدأ بأيمن حسين مو علي الحمادي 100%، لا علي الحمادي ولا أيمن حسين، وسيكون بديله مهند. طيب زيدان إقبال احتياط، ممكن يلعب وممكن ما يلعب، هذا متروك. لا وفقا للي اسماء اللي عددت لي اياها اقول، لا بس احنا قلنا التشكيل يعني الخماسي الوسط، لا طبعا متوقع خماسي يعني الوسط هذا يعني ممكن، يعني انت عندك الارتكاز ما ممكن ان يتخلى عن امجد عطوان وسعد عبد الامير طبعا ومحمد علي عبود.